ازيكم اغلى واجمل متابعين، يا رب تكونوا بخير وبافضل حال ونكونوا على تواصل في الخير دايما. ورجعت لكم النهارده فيديو جديد، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. قبل ما نبدا الفيديو يا ريت نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا ريت نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات علشان يوصل لكل الناس. ولو كنتوا لسه بتشوفوا القناه لاول مره، ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا علامة الجرس للكل عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انا بنزله، وتابعوا معايا الفيديو للاخر. طبعا انا بقالي فترة طويلة ما بصورش لان عندي ظروف اليومين دولت، ان شاء الله اليومين دول بس يعدوا على خير. وكمان انتم مقصرين جدا جدا في حتة اللايكات، شوفوا الكتكوت هما انتم مقصرين جدا جدا في حتة اللايكات. فالفيديوهات مشاهدتها وحشة جدا بسبب قلة التفاعل عليها، فبتمنى منكم ان انتم ما تنسوش اللايك على الفيديو. طبعا انا خرجت الفرخة بالكتكوت بتاعها خلاص على السطح زي ما انتم شايفين اهمت، تمام. وكمان الفرخة الهندي اللي هناك ده خرجتها هي كمان على السطح، انها تفضل بقى على السطح علشان عايز افضي العشة اللي هناك ديت، هي خرجتها خلاص. وزي ما انتم شايفين انا بنضف حاليا السطح وماسك السطح كله بالسكينه، بس قلت اريح شويه وقلت كمان اصور لكم فيديو. ماسك السطح كله بعمله بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. بس ايه دي في ايه. وكمان عايز اوريكم برضه شويه حاجات كده حصلت الفتره اللي فاتت ديت عندي. انا نقلت طيور وكمان رقدت طيور تانية، وده اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي. اول حاجة انا نقلت عش اليمام اللي كان هنا خلاص، نقلته في مكان لوحده. واليمام دوت عنده الزغلول اهوت اللي طلع تحت منهم، وهنا الرومي طلعته، طبعا هو قاعد اهو بيتشمس زي ما انتم شايفين كده، طلعته هنا في المكان ده، تمام. اللهم صل على النبي. وهنا مرقد الفرخة الهندي ديت على بيض بط، وزي ما انتوا عارفين انا معنديش دي، فرقدتها هي على بيض بط اهو، معرفش واضح معاكم ولا لا، بس رقدتها على 10 بطات من بتوع البط. هتقولي طب ليه ما رقدتش البط ليه، والبط بالفعل راقد، بس البطة بيضت لي فوق 25 بيضة. فطبعا كنت انا عارف البيض القديم اللي هي كانت بيضة، فقلت ارصه تحت البطة بدل ما يفك الكسر بتاعه ويبوظ، فرقدت الفرخة دي عليه. وطبعا عايز اقول لكم ان الفتره اللي انا فيها حاليا ده، طبعا انا حرفيا كده ما اعرفش مواعيد رقد الطيور عندي ايه، ولا عارف اي حاجه في اي حاجه الفتره دي، لاني فعلا الفتره دي ملبوخ جدا. حتى السطح كان زي ما انتم شايفين كده، السطح مش نظيف، وبديوك هتبدا السطح مش نظيف خالص زي ما انتم شايفين كده. بدأت ان انا انضف فيه، اي نعم انا مش فاضله من النهارده. وكمان البط الصغير اهو حطيته في العشه دي كده في السلكه ديت، طبعا الشمس هتطلع لهم دلوقتي. بس وزي ما انتم شايفين الدنيا عندي اليومين دولت حاجه كده ما شاء الله، الطيور كلها ماسكه ببعض. وكمان هنا انا عندي البطه راقده ومعاها الفرخه البلدي راقده هي كمان، وما اعرفش هي راقده امتى ولا اي حاجه، اقسم بالله ولا حتى فرست بيض ولا عملت اي حاجه. انتهت. اهت الديكين ما بقوش طايقين بعض، اقسم بالله ما اعرفش في ايه. وكمان انا في حاجه كده هعملها، لاني طبعا زي ما انتوا عارفين لما بخرج دكر البط على السطح، الديوك الرومي ما بيسكتوش ويفضلوا يضربوا في بعض، فطبعا عاوز ان انا اخد رايكم في حاجه. انا هحبس دكر البط هنا، طبعا انا الشكاير اللي انا هعملها للسطح كلها هخزنها في العشه دي، وهكلم واحد بتروسيكل يجي يحملهم كلهم مره واحده، تمام. طيب العشة دي انا هحبس فيها دكر البط، بس دكر البط الرصاصي بتاعي هحبسه في العشة دي
علشان افتح بقى العشة اللي هناك ديت وابدأ ان انا اخرج. وده كربطها تمام، وطبعا مع اني تادي عشان يتادي بالبيض. عايز افتح العشة دي كده. طبعا هنا في مكانين اهوت، البطة اللي رقدة والبطة البني اللي بتبيض. فعايز احرص ده البط هنا. وطبعا انا عارف البط اللي هيكون بيبيض من هون، هبدأ ان انا ارميهم نتاية للذكر. يعني كل يوم يعني ادخلهم نتاية، وبعد ما يخلص اقوم اخرجها وحطيت له تانية اخر النهار، وهمشي بالطريقة دي كده الفترة الجاية دي تمام، علشان زي ما انتوا عارفين هو والديك الرومي ما عادوش طايقين بعض في المكان خالص. انا وربنا هضربته بجد تمام. والسطح طبعا كله هيتجرد بالسكينة، وهبدأ ان انا ان شاء الله انضف بقى السطح كله. بس الفترة الجاية تعدي معايا اهم حاجة على خير، ان فعلا انا مش فايق ولا فاضي للطيور زي ما انتوا شايفين. حتى الاكل قدامهم اهو من امبارح، انا معرفش اي حاجة في اي حاجة عن الطيور، والدنيا عندي ملخبطة خالص اليومين دول. وكمان في دكر بط بني جايلي اليومين دولت، علشان هبدأ ان شاء الله ان انا طبعا مسكت دكرة تخلصت منهم، وكمان تخلصت من الديك الرومي اللي كان هنا اللي هو الاسود التاني انا جبت، والدكرة دي خلصت منهم معدش غير النتيجتين دول ان شاء الله. وأتذكر 2 3 4 دكرة ونتيتين. طبعا النتاية البني ديت 100% هسيبها، والنتاية البني دي كذلك، وفي نتاية كمان بيضة بني هناك اهي، طبعا دي بتاعتي اللي شغالة مع الدكر البني اللي انا هجيبه ان شاء الله اليومين دول. فطبعا ده كله هيتصور معاكم اول باول تمام. البط هنا فاضح الدنيا، عنده اكل وعنده مية وما بيبطلش، اقسم بالله ما بيبطل. انا اول مره اربي بط يصدعني بالطريقه ديت، اللي يسمع صوته يقول ده بط جعجع. هو بط خليط مسكوفة عادي جدا، بس فعلا فضحني الفتره اللي هي دي. وكمان هنا الارنب الغيني او الغينيا بيج زي ما انتم شايفين، النتايه ديت ولدت، وفي فار شد الاجنه كلها تحت البتاع ده اللي هما فيه، يعني شايفين هنا خالص هتلاقوا في فتحة الفرشة تجي منها الأجنة كلها. طبعا الحمد لله مقدرش ان انا اقول غير كده تمام. طبعا مش هطول عليكم الفيديو لاني فعلا اقسم بالله تعبان ومش قادر ان انا اصور اليومين دول، بس حبيت ان انا اصور لكم بس فيديو كده على السريع. فبالله عليكم ما تنسوش تحطوا اللايك على الفيديو وتعملوا اشتراك للقناة شايفين، واشوفكم في فيديو جديد على خير.